فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما حكم استعمال البرامج على الهاتف وهي برامج مدفوعة قيمتها، لكن البعض استطاع أن يكسر الحماية وأصبح يستعملها بدون مقابل، طبعا دون علم الشركة أو دون علم المبرمج الذي نفذها؟ هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن هذا من الاختلاس، والاختلاس شيء محرم، فلا يجوز استعمال ملك غير بغير إذنه ولا علمه. لا يجوز استعمال ملك الغير بغير إذنه ولا علمه، خاصة أن هذه البرامج بالفعل مكلفة على المبرمج ومكلفة على الشركة المنتجة، وعادة ما يضعون عليها قيد عدم الاستعمال إلا للنسخة الأصلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: ما حكم قراءة الأذكار والأوراد في أيام الحيض؟ معلوم أيتها الأخت الكريمة الفاضلة أن أيام الحيض لها أحكامها. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد منعت السنة المطهرة المرأة الحائضة من الصلاة ومن الصيام ومن مباشرة قراءة القرآن مسا من غير حائل ومن الطواف بالبيت الحرام أيضا. ولذلك في بعض المذاهب كالمذهب الحنفي أجاز الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وغيره أن المرأة الحائض أثناء فترة حيضتها إذا كانت معلمة للقرآن تخشى فوات المصلحة على المتعلمات منها، أو كانت المرأة متعلمة للقرآن حافظة تحفظ
فتخشى فوات الفائدة عليها إذا امتنعت كلية عن قراءة كتاب الله عز وجل. فأجاز لها بعض أهل العلم أن تتوضأ وضوء الصلاة، ليس على سبيل التطهر طبعا، ثم تلبس القفازين إذا أرادت أن تباشر المصحف مباشرة، وأن تقرأ ما يلزم من التحفيظ أو من الحفظ، ما يلزم من التحفيظ إذا كانت معلمة، أو من الحفظ إذا كانت متعلمة حافظة. وكذلك الأوراد والأذكار، فهي أقل قداسة من القرآن الكريم، وبالتالي يجوز لها أن تقرأ أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما قبل النوم، أذكار ما بعد الاستيقاظ، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الرجوع إلى المنزل، أذكار ما بعد الأذان مثلا. فيجوز لها أثناء فترة الحيض هذه الأوراد، ولكن لا يجوز لها أن تمس المصحف مباشرة. وهناك من أهل العلم كما تعلمون من منعها بالكلية عن القرآن الكريم، سواء كان مشافهة من قراءتها أو كان عن طريق قراءتها من كتاب الله، يعني من المصحف الشريف. لكن القول الأول ربما يكون أهون على المرأة الحائض، حتى لا تبتعد كثيرا عن القرآن وعن الأذكار مدة 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر من هذا عند بعض النساء. أصلح الله حال الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل العطور التي فيها كحول تنقض الوضوء أو تكون نجاسة في البدن أو الثياب؟ جمهور الأئمة الأربعة يرون أن الكحول المشتق من الخمر نجس بنجاسة الخمر ذاتها، لأنهم يرون أن الخمر نفسها من النجاسات العينية، من النجاسات الحسية. هذا مذهب الأئمة الأربعة. لكن بعض المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن نجاسة الخمر ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية، وقد ذكروا في هذا أدلة وآثارا. وعلى هذا القول يكون هذا الكحول الذي أذيبت به المادة الصلبة في العطور ليس نجسا ولا ناقضا باتفاق، يعني هو ليس ناقضا باتفاق، لكن الحديث عن النجاسة أو عدمها، فيكون هو في كل الأحوال ليس ناقضا، ولكن يكون في هذه الحالة ليس أيضا من النجاسات، لأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية. هذا كله شيء، وشيء آخر إضافة لهذا الذي ذكر، أن كثيرا من أهل العلم يقولون الكحول المذابة به المادة الصلبة في العطور ليس كحولا مشتقا من الخمر، لأن ده غالي جدا، يعني مرتفع ثمنه جدا، لكنه نوع من أنواع الكحول المركب كيميائيا، يسمونه الكحول الإيثيلي، وليس له حكم الكحول المشتق من الخمر، فلا يكون نجسا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هناك تطبيق متداول على الهواتف، يعني برنامج، يعني يسمح للهاتف بالبحث عن الواي فاي الموجود لدى الجيران والأصدقاء في المنطقة، ومن ثم استعماله دون علمهم، فهل هذه سرقة؟ هذه سرقة واختلاس، يعني هذا التطبيق أو هذا البرنامج لص، هو برنامج قائم على الاختلاس واستعمال ملك الغير مدفوع الثمن من غير إذنهم ولا علمهم،
وأنا أقول للأخ السائل: أترضى لنفسك أن يفعل صديقك أو جارك بك ما سألت عنه؟ يعني يستعمل هذا البرنامج أو هذا التطبيق الحرامي اللص، فيستعمل الواي فاي بتاعك بدون علمك ولا إذنك، هل ترضى هذا لنفسك وأن يسرق مالك ويختلس دون علمك؟ الجواب قطعا لا يرضى، لا هو ولا أنا ولا أنتم أيها الإخوة الكرام. وبالتالي فهذا ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، لا تستبح شيئا من مال غيرك بغير إذنه ولا علمه ولا سماحة نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من جلسائه عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني مثلا ده مجرد ساعة ولا ساعتين على الواي فاي بدون إذنه ولا علمه مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك، حتى ولو كان عود من السواك الذي ربما لا يساوي الآن 3 جنيهات أو ربما أقل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: نصلي في أحد المساجد صلاة العصر، ولكن الإمام لا يصل صوته في التكبيرات والانتقالات في الصلاة بوضوح من خلال السماعات إلى مصلى النساء، ويحاول كثيرا تدارك الأمر بالتسميع إحداهن لمن خلفها من النساء بتكبيرات وانتقالات الإمام، فهل إذا انقطع صوت الإمام في مثل هذه الحالة ماذا تفعل النساء في صلاتهن؟ إذا انقطع صوت الإمام عن المصلين سواء كانوا رجالا أو كانوا من باب أولى في مصلى النساء، لأن العادة في مصلى النساء يكون أبعد عن الإمام نسبيا، فإذا انقطع صوت الإمام وانقطع الائتمام طبعا بهذا الإمام، فهؤلاء المصلين مخيرون بين أحد أمرين: إما أن يتقدم أحدهم أو إحداهن لتكمل الصلاة على ما كان منها، يعني تبني على بقية الصلاة وتأم المصليات خلفها أو يأم المصلين خلفه لأنه انقطع خلاص صوت الإمام فكيف يتابعونه، وإما أن تنفرد أو ينفرد كل واحد بصلاته فيكملها شأنه في ذلك شأن المسبوق الذي صلى بعض صلاته مع الإمام ثم أكمل صلاته بعد ذلك وحده. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل توجد كفارة في الطلاق؟ يعني أنا إن حلفت يمين طلاق ثم نسيت، أو حلفته وأنا غير قاصد. طيب، هذا رجل حلف يمين الطلاق اللي هو اليمين المشهورة عند كثير من العامة: أصلح الله حالي وحاله. فعلى الصغيرة والكبيرة يقول: علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. أولا، ابتداء هذه اليمين يمين محرمة. محرمة ليه؟ محرمة لأنها حلف بغير الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجة والإمام الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني هذا من الشرك العملي، الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يجوز إطلاقه إلا لله تبارك وتعالى.
هذا أمر أول أساسي. وفي مثل هذه الحالة يقال لصاحب هذا الحلفان أو هذا اليمين: عليك أن تتوب توبة نصوحا لله عز وجل، توبة الندم على ما قد وقع منك، وتوبة العزم الأكيد على عدم تكرار هذه اليمين مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنك هذا الحرام، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى توبتك. وإن وقع اليمين ففي هذه الحالة نقول يجب على هذا الحالف إذا وقع اليمين منه، يعني حلف يعمل وما عملش، حلف ما يعملش وعمل، أو حلف إن هي تعمل فما عملتش، أو حلف إن هي ما تعملش فعملت، خالف أو خالفت اليمين، في هذه الحالة عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب افرض أن صاحبنا بعد ما حلف من فترة لقدم الزمان ومرور وقت طويل نسي هذه اليمين، واليمين وقعت اليومين دول، وهو ناسي إن هو كان حالف. إذا كان نسي بالفعل أنه كان حالفا ليمين معلقة ثم وقعت هذه اليمين بعد فترة طويلة من حلفه، فإن النسيان عذر عند الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية ثم قال: فقال الله عز وجل: قد فعلت، يعني تجاوزت عمن أخطأ أو تجاوزت عمن نسي فأصاب شيئا من محظورات الشرع الكريم. طيب هو حلف هذه اليمين لكن لم يكن قاصدا الطلاق، إذا لم يكن قاصدا الطلاق ففيها التوبة وفيها الكفارة كما ذكرت. لكن افترض جدلا أنه حلف هذه اليمين وهو قاصد للطلاق فعلا، إن كان قاصدا للطلاق فعلا بهذه اليمين اللي هو عليها الطلاق، ففي هذه الحالة سيقع الطلاق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو ناس، أو فعله وهو جاهل؟ نقول من محاسن شريعتنا الغراء أن الناس والمخطئ والجاهل والمكره كل هؤلاء ليسوا بمؤاخذين في شريعتنا الغراء، لأنه الخطأ والجهل والنسيان من عوارض الأهلية. فلو أن الإنسان فعل شيئا وهو ناس، وقع في محظور في الإحرام مثلا وهو ناس، أو وقع في محظور في الإحرام وهو جاهل بهذا المحظور، فإنه يقال له: لا شيء عليك، يعني لا إثم عليك، إنما كل الذي عليك أن تزيل المحظور فورا، تخرج من المخالفة فورا. يعني هنفترض جدلا إنه الرجل المحرم وضع طيبا، والطيب من محظورات الإحرام، ففي هذه الحالة الواجب عليه أن يغسل عن نفسه الطيب فورا، سواء تطيب في بدنه أو طيب ملابس الإحرام، فيقال له: اغسل هذا الطيب من نفسك، من بدنك، أو من ثياب إحرامك فورا. إذن فهو أزال المخالفة فورا. لكن هل يؤاخذ أو يكون عليه الفدية؟ الجواب: لا يؤاخذ ولا يأسم ولا تكون عليه الفدية، لأن الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد ضربت مثالا بالطيب، لكن ربما المرأة مثلا وهي محرمة لبست النقاب وهي جاهلة بالحكم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فلو أصابت هذا المحظور أو ذاك المحظور يقال وهي جاهلة أو ناسية، فيقال لها فور تذكرها تزيل المحظور، تخلع النقاب فورا وتخلع القفازين فورا وتضع بدل النقاب الإسدال الذي يسدل على وجهها من رأسها إذا كانت في حضرة الرجال، لكن لا عليها إثم ولا عليها فدية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا سائل آخر يقول معنى رجل وقع في شيء من المحظورات التي تجب فيها الفدية لكنه لم يكن معه ما يفدي به، وانتهى الأمر إلى أنه سافر إلى بلده دون أن يفعل شيئا من الفدية بأنواعها الثلاثة، فماذا عليه؟ معلوم أن من أصاب شيئا من محظورات الإحرام كأن يضع طيبا أو أن يقص أو ظفرا أو أن تلبس قفازا أو نقابا، إنه يجب عليه الفور إذا فعل هذا عمدا عالما عامدا ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين، وذبح الشاة يكون في مكة على فقراء الحرم، وإطعام 6 مساكين يكون أيضا في مكة لإطعام فقراء الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام، الأفضل أن يصومها في مكة، لكن هذا الرجل لم يصومها حتى في مكة وعاد إلى بلده، فيقال له ما زال دين الله في رقبتك، فالواجب عليه أن يصوم 3 أيام في بلده، لأنه لا يشترط في الصيام أن يكون في مكة أو أن يكون في غيرها، وإن كان الأفضلية أن يكون في مكة. فنقول لمثل هذا الرجل عليك أن تصوم 3 أيام في بلدك حتى تفدي عن هذا المحظور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء. يقول أولا: ما المقصود بالصيام هنا؟ هل هو صيام 3 أيام من كل أسبوع مثلا؟ وما معنى وجاء؟ خلونا نبدأ بمعنى الوجاء. فإنه له وجاء يعني وقاية من الوقوع في الشهوات. الوجاء هي الوقاية من الوقوع في الشهوات. لكن أخونا يسأل يقول: ما المقصود بالصيام؟ المقصود بالصيام كما قال بعض أهل العلم ما يستطيعه من الصوم كبحا لجماح شهوته. وآخرون يقولون من أهل العلم يصوم حتى يجد من نفسه انكسار شهوته عن فورانها، يعني يصوم ما استطاع، صام 2 أيام في الأسبوع. افرض انه صام 2 وارتدعت نفسه وهدأت غريزته، خير وبركة. افرض هو صام 2 ولم تهدأ غريزته، صوم 3. افرض صام 3 وما زالت ثورة الغريزة كما هي، يصوم 4. فيصوم حتى يجد من نفسه انكسار غريزته وشهوته عن الإثارة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: توجد أحاديث كثيرة في بر الوالدين، لكن هل توجد أحاديث في بر الأبناء؟ طبعا توجد، يعني ربنا تبارك وتعالى شدد في بر الوالدين، في الحث على بر الوالدين وإيجابه، وشدد في الحذر والتحذير والنهي من عقوق الوالدين لما لهما من حقوق على أبنائهم، لأنهم الأصل في وجودهم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى لو كان مشركين أو كافرين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى آخره عليه صلوات الله وسلامه. لكن أيضا يوجد هناك حث على بر الأبناء. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عز وجل الأبوين بوقاية أبنائهم من النار بحسن تربيتهم على الإيمان والتوحيد، وحسن تربيتهم على الصلاة وعلى الصيام وعلى مكارم الأخلاق. وهكذا حس الشرع الحنيف على رعاية الأبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني اسمه كبير وعظيم عند الله عز وجل إذا تسبب في سوء تربية أبنائه، أو قصر في تربية أبنائه وتسبب هذا التقصير في سوء تربية الأبناء وبعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا: بلى. قال: فاتقوا الله واعدلوا بينهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز في كفارة اليمين استبدال الإطعام بالفلوس؟ وهل يجوز أن أعطي قيمة طعام العشرة لفقير واحد؟ طيب خلونا نجيب على الفقرة الثانية من السؤال. نعم يجوز أن نعطي طعام العشرة ولو لفقير واحد،
يعني ليس بالضرورة أن أبحث عن 10 فقراء، 1، 2، 3، 7، 9، 10، لا ليس بالضرورة هذا، إنما يمكنني أن أجمع طعام العشرة وأعطيه لواحد يأكل في 10 أيام، أو الاثنين يأكلوا في 5 أيام، وهكذا. هذا هو الجواب على الشق الثاني، هذا يجوز بالفعل. أما عن الشق الأول ألا وهو استبدال الإطعام بالنقد بالفلوس، فإن هذا الأمر لا يجوز. ليه؟ لأنه مخالفة صريحة لنص الآية القرآنية، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فين الفلوس في هذه الأصناف القرآنية؟ دل أولا على الإطعام، ثم دل على الكسوة، ثم دل على عتق الرقبة، ثم دل على الصيام، ولم يذكر درهما ولا دينارا، مع أنه في وقت نزول القرآن الكريم كان الدينار الذهبي موجود وكان الدرهم الفضي موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في غير ما حديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وبالتالي كان الدينار والدرهم موجود، ومع ذلك لما نزلت آية كفارة اليمين لم يذكر فيها لا درهما ولا دينارا، فلا يجوز إبدال الإطعام بالنقد إلا في حالة واحدة: أن يوكل الحالف صاحب اليمين غيره، إن كان شخصا أو جمعية خيرية، فيعطيه الفلوس ويوكله في إيجاد الإطعام الذي يطعم به الفقراء. في هذه الحالة يجوز، لأنه في النهاية اللي هيصل للفقير مش الفلوس، إنما اللي هيصل للفقير الطعام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا أحب سماع الخطب والدروس الوعظية من الخطباء والمشايخ، لكن هناك مناهج وأفكار منتشرة، وبعضها ليس على منهج السلف الصالح، فهل أسمع الجميع؟ خليني أقرأ كده: هل أسمع الجميع أم أسمع ما يوافق السلف ولا أستمع إلى ما يخالفهم ولو كان في أحد المسائل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: إن من الفتن التي نعاني منها في هذا الزمان انتشار بعض المناهج المنحرفة كالجامية، الذين دينهم ليل نهار طعن في أهل العلم خاصة الكبار منهم، وهم يتوافقون في ذلك مع خطط العلمانيين الذين كل هدفهم إسقاط هؤلاء الرموز الإسلامية، إسقاط هيبة الشيوخ في نظر الناس وفي نفوس الناس، فهم يتوافقون تماما مع العلمانيين في هذا الهدف الخبيث، فيطعنون في كافة أهل العلم. لم يسلم منهم لا الألباني ولا ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا غيرهم من أهل العلم قاطبة. فلا شك طبعا واجب جدا الحذر من منهج الجامية والمداخلة، مهما يعني هناك لهم مسميات في بعض البلاد، لكن يجمعهم أنهم جامية وأنهم مداخلة. فلا يجوز قطع الاستماع إلى هؤلاء ولا استئمان هؤلاء في الأخذ عنهم. كذلك لا يجوز استئمان أصحاب المناهج المنحرفة تكفيريا، عندها غلو في التكفير، ولو كان هذا الغلو في بعض المسائل، يعني المسائل الاعتقادية التي يخالفون فيها السلف. ممكن الخوارج إيه يعني؟ الخوارج كانوا يخالفون أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، وما زال أهل العلم من لدن البداية إلى اليوم يحذرون من هؤلاء الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة
ويفارقون في هذه المسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكذلك ما زال أهل العلم من السلف يحذرون من هؤلاء الخوارج الذين لا يعذرون بالجهل في باب الاعتقاد، مع أنه ثابت في معتقد السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من على الساحة، يعني من الساحة الدعوية في بلادنا وفي غير بلادنا، من تأثر من قريب أو من بعيد بهذه المناهج المنحرفة، اللي هو في النهاية يجمعهم منهج الخوارج، سواء تسموا بأسماء معاصرة كالقطبيين أو السروريين أو غير ذلك، أو التكفيريين أو غير ذلك، مهما كانت التسميات، لكن الجامع بين هؤلاء جميعا أنهم لا يعذرون مثلا بالجهل، مع أن الإعذار بالجهل حتى في باب الاعتقاد ثابت في عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. فإذا عرفت أن أحدا يتبنى هذا المنهج المنحرف، فإن النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين ولعامة أهل الإيمان تقتضي أن تحذر هؤلاء، بل وأن تحذر منهم، يعني لا أن تحذره في نفسك فقط، إنما أيضا أن تحذر منهم. هذا شيء يعني واجب من واجبات الوقت بسبب شدة الفتن، فتن الشبهات التي كثرت على الساحة الدعوية في بلادنا وفي غير بلادنا، وظهور هذه المناهج التي كانت اندثرت، مناهج الخوارج مهما تسمت بالأسماء المعاصرة، التي في النهاية يجمعهم هذا القاسم المشترك، أنهم لا يكفر، أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وأنهم لا يعذرون بالجهل في باب الاعتقاد. وهم للأسف الشديد في بعض الأحيان تجد أسماء يعني شهيرة جدا وشعبية جدا كما يقولون، وكثير من الناس يسمع لهم دون انتباه إلى ما عندهم من الغلو. فيجوز لك إذا أدركت غلوا في أحد هؤلاء إنك تحذره، طبعا يجب أن تحذره. طيب يجوز إنك تحذر منه؟ نعم يجب أن تحذر منه من باب الأمانة في النصيحة، وليس المراد إسقاطه بالكامل، إنما أن تحذر هذا الغلو فيه لا إسقاطه طبعا بالكامل. هناك من يجيد فن الدعوة الفردية كما يقولون، فهذا شيء مطلوب جدا، لكن لو كان عنده غلو في مسألة ولا مسألتين تنبه المستمع إن عنده غلو في المسألة الفلانية والمسألة العلانية، وهكذا دون إساءة لشخصه طبعا، ودون إسقاطه بالكلية، يعني ترك ما عليه من خير كله، لأنه بعض الأئمة كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من رواة الحديث أخذوا عن بعض المتشيعة الحديث. والإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يقول: لو أن كل أحد ترك الأخذ عنه رغم أنه ثقة ضابط عدل ما وجدنا من نأخذ عنهم الحديث. هذا معنى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن مع الحذر من بدعته، بدعة التشيع أو بدعة التكفير أو بدعة الرفض أو ما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل ويقول: ما صحة الاعتقاد أن تشغيل سورة البقرة في المنزل تمنع دخول الشياطين والجن في لهذا المنزل لمدة 3 أيام؟ الخبر في مجمله صحيح، لكن مش مسألة تشغيل، يعني ان انا اشغل الراديو او اشغل الكاسيت او اشغل الشاشة او التلفزيون، انما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام، او كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود ان انا اقرأ او احد من اهل البيت يقرأ سورة البقرة في البيت، فإن سورة البقرة سورة قدرها عظيم جدا، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها بركة وتركها حسرة،
ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيع أن تقاومها السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين، لكن هذا الأفضل فيه أن يقرأ أحد من أهل البيت سورة البقرة في البيت، فإنها تعين أهل البيت على الخلاص من الشياطين مدة 3 أيام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أن يقدم الحج السعي على طواف الإفاضة؟ ما حكم أن يقدم الحاج السعي بين الصفا والمروة يعني على طواف الإفاضة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إنه أحيانا المفرد والقارن إذا طاف طواف الوداع واستطاع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، معذرة، إذا طاف طواف القدوم واستطاع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فقد أجزأه هذا، رغم أن السعي الآن تقدم، سعي ده ركن، طواف القدوم سنة والسعي بعده ركن من أركان الحج، ووضع السعي الطبيعي أن يكون بعد طواف الإفاضة، لكن لو أنه قدمه بعد طواف القدوم فإن هذا لا بأس به. وإن كان المقصود أنه المفرد أو القارن أو طبعا من باب أولى المتمتع، هؤلاء ما سعوش، المفرد والقارن ما سعوش بعد طواف القدوم، إذا لسه باقي عليه سعي الحج، فلو أنه جاء يوم النحر هو أو المتمتع ووجد شدة الزحام في الطواف ووجد خفة الزحام في السعي فقال أسعى استغلالا لخفة الزحام في السعي الآن وأؤخر طواف الإفاضة لعل الطواف يكون أخف مما هو عليه الآن، فتراءى له أنه يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة يوم النحر أو ما بعده، فهل هذا يجوز؟ من حيث المبدأ يجوز، وإن كان الأفضل الترتيب، فإن أعمال الحج في يوم النحر أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، فرمى جمرة العقبة الكبرى عليه الصلاة والسلام، ثم نحر هديه، ثم قصر أو حلق شعره، ثم نزل إلى مكة فأفاض بالبيت الحرام طواف الإفاضة، ثم سعى بين الصفا والمروة. هذه الأعمال الخمسة أتى بها النبي في يوم النحر مرتبة، ومع ذلك فقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ويأتيه الناس، فجاءه رجل قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج، فما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. وهذا من محاسن الشريعة ومن تيسير في نسك الحج مراعاة لأحوال الناس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكرا لحضراتكم، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.